مساءكم حلو، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من السوبر. السوبر النهارده سهره خاصه عن مباراه الاسماعيلي والزمالك او الزمالك والاسماعيلي. طبعا بنعتذر لحضراتكم عن تاخيرنا عن ميعادنا، المفروض ميعادنا 12 ونص لكن ما باليد حيله. النهارده عندنا كلام في الكوره وعندنا كلام في المباراه النهارده، والنهارده عندنا ضيفين من الضيوف المحترمين جدا جدا الحقيقه، مشرفنا ومنورنا النهارده كباتن مصر كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك، هيبقى معانا النهارده، معانا ايضا كمان الكابتن عادل مصطفى، هنتكلم في مباراه الزمالك والاسماعيلي. حضراتكم تقدروا تشاركوا النهارده معانا في الحوار وتقولوا لنا رايكم ايه في اللقاء وانتصار النادي الاسماعيلي بهدف دون مقابل. صفحتنا على فيسبوك دايما هي برنامج السوبر، هي بالظبط زيها على تويتر. ضيفة حلقة اليوم من برنامج السوبر عادل مصطفى وطارق السيد نجماء الاهلي والزمالك، شاركوا معانا على هاشتاج السوبر اندرسكور الدوري. هنتكلم بكل تأكيد في كل كواليس اللقاء وتفاصيله، الصفحة هي بالظبط على تويتر. والسؤال اللي احنا عايزين حضراتكم كمان تشاركوا معانا من خلاله هو لماذا انتصر النادي الاسماعيلي اليوم على نادي الزمالك، او لماذا خسر نادي الزمالك اليوم مباراته امام النادي الاسماعيلي. الهاشتاج بتاعنا هو سوبر اندرسكور الدوري. الاسماعيلي ذهابا وايابا بيتمكن من هزيمه النادي الزمالك بالتخصص الحقيقه. نادي الاسماعيلي النهارده كان مصمم على الفوز وعنده القدره وعنده الحافز وعنده الاهداف او عنده الهدف اللي كان يمكنه من العوده مره اخرى ل الشكل المطلوب. مش بتكلم على مباراة النهاردة تحديدا، انا بتكلم بشكل عام على انه النادي الاسماعيلي يعول كثيرا على مثل هكذا مباريات. نادي الاسماعيلي مباراة الذهاب بتاعته لو تفتكروا كان نفس القصة كده، برضو انتصر على نادي الزمالك، والنهاردة بيكرر نفس الفوز ونفس المكسب علشان الفارق يتسع الى 9 نقاط. ده كلام مختلف شوية عن اللي كان بيحصل في النادي الاسماعيلي طوال الفترة اللي فاتت. كابتن خالد القماش على ما يبدو انه الراجل عارف القصه بتاعت نادي الزمالك، يعرف ازاي يكسب نادي الزمالك. المباراه ما كانتش سهله على الاطلاق بالنسبه للنادي الاسماعيلي، نادي الزمالك حاول كتير جدا جدا، راح للمرمى اكتر من مره، جات له فرص كتيره، لم يتمكن من تسجيل هدف حتى التعادل، لاحت للاعبيه عدد كبير من الفرص، ولكن في النهايه انتهى اللقاء لصالح النادي الاسماعيلي. هو يوم حزين بالنسبه للزملكاويه، اتساع الفارق ما بينه وما بين النادي الاهلي الغريم التقليدي الى 9 نقاط، ولكن في النهايه دي كره قدم، وقلنا وهنقول وهتشوفوا الكلام اللي احنا ده بتلاقوه على ارض الواقع كتير جدا. لسه الزمالك هيخسر نقاط، لسه الاهلي هيفقد نقاط، لسه الاسماعيلي هيفقد نقاط، لسه الدوري مستمر، ولسه في فرق عندها طموح وعندها امل ان هي تاخد من الفرق الكبيره. هتلاقوا فرق انتوا ما تتوقعوش ان هي تاخد بناط، بس يعني هتلاقي مثلا الداخليه طمعانه وبتاخد، هتلاقي المقصه طمعانه وبتاخد، لو بتروجيت نفس القصه. كل فرق الدوري دلوقتي محدش بيخاف من حد، كل واحد بيعمل حساب ويعمل اعتبار للكل، ولكن في النهايه احنا بنتكلم على كره قدم وكره قدم ممتعه. اخبارنا المحليه بعد فاصل سريع، يلا بينا. قال لك الكوره في الاخر للجماهير. بالمناسبه هيبقى في اخبار كويسه جدا في الفتره اللي جايه على موضوع عوده الجماهير، ناخدين بس من شكل الجمهور في اللقطه الاخيره من اللي اتعرضت لحضراتكم دلوقتي. هيبقى في المفروض ماتش الزمالك وماتش الاهلي في البطوله الافريقيه، في تفكير او بدات خلاص وزاره الشباب والرياضه بالاتفاق مع الاتحاد المصري لكره القدم تدشين موقع الكتروني خلال 48 ساعه بكتير قوي يكون موجود قدام حضراتكم، تقدروا تحجزوا التذاكر بتاعت الماتشات دلوقتي اونلاين. طبعا في ميزه انه مفيش حد دلوقتي معهوش تليفون يعني اندرويد يعرف يتواصل بشكل او باخر يعني مع الانترنت، ومفيش اسره ما فيهاش دلوقتي شاب عنده فكره وعنده معلومه كامله، ومفيش اب دلوقتي ما عندوش معلومه كامله على الانترنت، فدلوقتي الموضوع بقى اسهل وايسر،
ونتمنى بس الناس يعني ايه تجتهد بقى، يعني تجتهد في انه نحن نشتغل زي بقيه الناس ما بتشوف كده، زي ما احنا شفنا ماتش السوبر كلنا، مباراه السوبر المصري وشفناها في الامارات كانت عامله ازاي، كله كان بيحجز عن طريق الانترنت، كانت حاجه الحقيقه مشرفه جدا. فهتبقى خطوه كويسه جدا على الطريق، بعديها ما حدش هيبقى له اي حجه باي حال من الاحوال. طيب الدوري المصري النهارده كان فيه لقاءين، تعالوا نبتدي مع حضراتكم باللقاء الاولاني، واللقاء الاولاني هو اللقاء اللي جمع ما بين الاتحاد السكندري وحرس الحدود، وفوز غالي للغايه للاتحاد السكندري سيد البلد على حرس الحدود المترنح وبشده. الاتحاد السكندري بيسجل هدفين عن طريق يوسف اوباما ومحمد عبد المجيد اللي سجل من ركله جزاء، ده الهدف الاولاني ليوسف اوباما. خلاص بقى يوسف بعد الكلام اللي في الفترة الأخيرة عن عودته مرة أخرى لنادي الزمالك يزداد تألقا، وهو الراجل الحقيقة من قبل حتى كمان أي كلام على عودته مرة أخرى لنادي الزمالك، وهو ماشي بشكل مشرف للغاية. محمد عبد المجيد ركلة جزاء ربنا بيكافئه النهاردة بيسجلها في الدقيقة 93، ولكنه واحد من اللاعبين المميزين النهاردة اللي ظهروا بمستوى طيب للغاية مع الاتحاد السكندري. الحقيقة أنه كابتن مختار كابتن مجدي عبد العاطي الجهاز الفني للاتحاد السكندري، كابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، عاملين شغل محترم جدا مع نادي الاتحاد في الفترة الاخيره. دور المنقذ دايما بيعرف يلعبه كويس الكابتن مختار. طيب احنا معانا على التليفون كابتن محمد عبد المجيد صاحب هدف اللي سجله من ركله جزاء. يا كابتن محمد اهلا وسهلا بيك والف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن معين، اخبارك ايه؟ احنا مصحينك من النوم معلش. لا كابتن الله يبارك، انا بتابعك على طول والله. ربنا يخليك يا رب يا كابتن. طيب انا عايز اسالك النهارده على اللقاء واهميته بالنسبه لكم، احنا بنتكلم على نادي الاتحاد السكندري، صحوة مهمة جدا مع كابتن مختار وفوز النهاردة مهم أيضا على حرس الحدود بهدفين دون مقابل. والله كابتن أول حاجة أنا بشكر كابتن مختار وكابتن نادي وكابتن وليد على الثقة اللي هم جددوها فيا دي، وأول حاجة كان ثلاثة بونت مهمين عندنا النهاردة عشان ينقذونا حتى في نص الجدول وكده، عشان أنت عارف إن جميع الفرق بتيجي في اخر الدوري كده وكلها ايه بتشد حيلها زي ما بيقولوا. صحيح. والحمد لله قدرنا نفرح جمهور نادي الاتحاد، حتى عشان ايه ما ينفعش اصلا يبقى نادي الاتحاد يبقى ايه في اواخر الجدول، ده معروف ان الاتحاد كبير بجمهوره ولازم حتى بيبقى في الاربعه الاوائل، وكان نفسنا وكان والله ده كان هدفنا من اول الموسم ان احنا كنا نلعب افريقيا، بس يلا الحمد لله بقى جت وقت كده والدنيا تعثرت معانا، بس الحمد لله يعني. طيب انا عايز اسالك عن التغيير اللي عمله كابتن مختار في الفريق خلال فتره وجيزه، الحقيقه لمسنا قد ايه الفرقه بتحقق نتائج ايجابيه، رغم ان انتوا كنتوا بادئين الموسم الحقيقه يعني الامانه بادئين بشكل متميز جدا، وفرقه كانت واقفه على رجليها لولا بس النتائج اللي يمكن بتاع 8 مباريات ورا بعض لم يحالفكم فيها التوفيق. بعد كده الامور بدات تختلف كتير مع كابتن مختار، السر في ايه؟ ايه اللي بيقوله لكم جديد؟ ايه اللي بيقوله لكم يعني يبقى مختلف شويه؟ والله الكابتن مختار السيستم بتاعه وإم مختلف جدا عن باقي المدربين اللي كانوا ماسكيننا، اغلبيه التمرين بيحب يمرنا ان احنا نلعب الكره لقدام، يبقى لينا شكل هجومي افضل، نلعب على الجون كتير، مش كره بتبقاش استحواذ كده على الفاضي من رجل لرجل، لا لازم نلعب الكره لقدام، وده فرق معانا يعني، حتى تشوف دلوقتي التكتيك بتاعنا في الملعب اتغير خالص، شكلنا بقى مختلف جدا عن الماتشات اللي قبل كده. تلاقينا حتى مثلا انا واحد من ضمن الناس اول حاجه بفكر فيها ان انا اخد الكوره والعب لقدام مع زمايلي، كله بفكر بكده، والحمد لله طبعا هو مدرب كبير يعني بيقرا الملعب كويس الحمد لله، وتوفيق ربنا بقى كابتن انت فاهم يعني. ربنا يكرمك. لما الحمد لله لما نزلت النهارده هو كان مكلفني ان انا العب هاف شمال واضم فروتين كده مع هيرمان وكده، والحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله وكسبنا النهارده يعني 3 بونت جامدين علينا جدا الحمد لله يعني. نصرونا كده في نص الجدول الحمد لله. يعني مش نصه قوي يعني، احنا دلوقتي بنتكلم في المركز يعني بنتكلم في المركز ال 14 دلوقتي ب 25 نقطة، يعني انتوا بالنسبة لكم اللي جاي أفضل يعني، أنا متأكد من ده. إن شاء الله إن شاء الله. متأكد من ده، وجماهير الاتحاد السكندري كمان عشمانة فيكم كتير جدا جدا. كتير إن شاء الله، ونركز بقى ماتش بتروجيت إن شاء الله في الكاس ان شاء الله الماتش الجاي. ربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد عبد المجيد انا بشكرك شكرا جزيلا، نجم الاتحاد السكندري وصاحب تسجيل الهدف الثاني وصاحب الهدف الثاني. بس كلمه للدكتور محمود مشالي، اتكلمنا سوا قبل كده في الموضوع ده، الدكتور مشالي كان قاب قوسين او ادنى من تقديم استقالته اكثر من مره بسبب حاله الهجوم الشديد. عادي يا دكتور، جمهور الكوره هو في النهايه كده، جمهور الكوره كده، لما تجيب نتيجه ايجابيه لما تفوز افضل حاجه في الدنيا الفرقه، وافضل حاجه في الدنيا الجهاز الفني، واعظم حاجه في الدنيا الاداره.
انه كان زعلان جدا وكان غضبان من الهجوم اللي كان بيتكلم في انه راجل اكاديمي ازاي يتم الهجوم عليه بهذا الشكل ده. جمهور الكوره اكيد انت النهارده مبسوط، اكيد انت النهارده فرحان بفوز فرقتك، فتحمل بقى، تحمل شويه. الزمالك والاسماعيلي، ايمانويل بنايني سجل هدف في الدقيقه 34، واحنا بنتكلم على اللقاء ده تحديدا هنقف عند امور كتيره جدا فنيه. يمكن ابرز حاجه انه الجون ده ما يخشش في نادي الزمالك لو اتعاد 14000 مره مثلا، بس الكلام ده كان السنه اللي فاتت مع فرير. ما ينفعش، ما يخشش نادي الزمالك، ما يخشش في نادي الزمالك. سبب بسيط، كان اقوى تمركز دفاعي لفرقه في الدوري المصري كانت نادي الزمالك. اللعيبه كانت حافظه اماكنها كويس قوي. في حاله من حالات التوهان كده عند خط ظهر نادي الزمالك. بصوا على الكوره، انا كمان هحللها اكتر كمان مع الكابتن طارق السيد والكابتن عادل مصطفى. ما تحصلش في نادي الزمالك خالص كده. بس هي فيها طبعا مهاره من الكره العرضيه اللي اتلعبت، وفيها ذكاء من بنهيني قاطع كويس قوي. اي يعني نعم، هي يعني هي برضه فيها توفيق، سن التوفيق، لانه الكره ما لبستش في رجله يعني جامد. يعني بصوا كمان عملت باند، لو هترجعوا لها سنه كده، عملت باند قبل ما توصل له بثانيه ولا حاجه، فكانت ممكن تخسره، تطلع فوق تطلع تحت. انما هي برضه ايه خدمته ان هي جت تحت رجليه فمشت بطيء شويه. هو الشناوي كان طالع عليها بشكل كويس جدا الحقيقه، لكنه لم يحالفه التوفيق. نادي الزمالك حاول كتير جدا الحقيقه، لكنه لم يكن محظوظا على الاطلاق. طيب، نجم نادي الاسماعيلي وحارس مرماه كابتن محمد صبحي، يا نجم الف مبروك يا صبحي. طيب، لحد ما يرجع لنا تاني الكابتن محمد صبحي، خلينا نتكلم على فرص كتير النهارده. حماده طلبه برضو واحد من اللعيبه المتالقين، شيكابالا، ناس مختلفه. يعني انا شايف انه اداء شيكابالا احسن من كده، يعني يبقى عنده احسن من كده بكتير. يعني محمد ابراهيم هو اللي عاجبني، اداء محمد ابراهيم في تميز وبدا يفوق وبدا يرجع تاني لنادي الزمالك وبدا يرجع تاني وعنده قوه كبيره جدا جدا. يا كابتن صبحي مساء الفل والف مبروك. مساء الفل يا كابتن ابراهيم حبيبي، مبروك. عامل ايه؟ ومبروك على برنامجك. الله يخليك يا رب يا حبيبي، مبروك مبروك ليك وكرو كله، وكل التوفيق يا حبيبي. ربنا يخليك يا رب. النهارده ماتش صعب جدا قدام نادي الزمالك. قال لك ولاد العم، ولاد العم انتوا مش عاملين اي اعتبارات لولاد العم، ده ذهابا وايابا. لا 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 لا، خلاص المواضيع دي خلاص، احنا بين اخوات خلاص. بين اخوات خلاص. طيب، قول لي الماتش النهارده، قول لي الماتش النهارده وصعوبته بالنسبه لكم. انتوا دلوقتي بقيتوا متخصصين تحديدا مع نادي الزمالك، او الموسم ده ماشيين بشكل يعني ايجابي جدا مع نادي الزمالك في عمليه التوفيق والفوز وقرايه الملعب، واللعيبه كلها النهارده كان عندها اصرار الحقيقه. طبعا طبعا، هو مش نادي الزمالك بالاخص اللي احنا بنعرف نلعبه، النادي الاسماعيلي الحمد لله نادي كبير ونادي محترم ومتلك لعيبه مميزه. قابلنا سوء توفيق في بدايه العام او بطوله الدوري في البدايه، لا تغيير الاجهزه الفنيه وعدم الاستقرار للاجهزه الفنيه، ده اثر علينا بالسلب. الحمد لله قدرت الامور تستقر شويه من الناحيه الفنيه كجهاز فني واداري، والدنيا بتظبط شويه. قدرنا الحمد لله اللي احنا نمشي بشكل كويس مع كابتن خالد وجهازه. حصل لنا عدم توفيق من اخر مباراه في الدوري قبل انطلاق بطوله الكاس ضد نادي الاتحاد، وكان الموقف كان متعثر بالنسبه لنادي الاتحاد. والموقف طبعا كان صعب بالنسبه لنا، اللي احنا كنا مزيدين ان احنا نكسب والكلام ده، ونادي الاتحاد برضه كان عنده موقفه وكان عنده حافز ودوافع برضه كبيره لازم يكسب المباراه دي. المهم خسرنا المباراه، ودي كانت سبب من الاسباب اللي احنا بعدنا شويه. رجعنا النهارده من مباراه الزمالك لوضعنا الطبيعي، واستمراريتنا واستمرارنا في الفوز اللي احنا حققناه الفتره الماضيه. نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم، عنده لعيبه مميزه. النادي الاسماعيلي برضه نفس الشيء، عنده لعيبه مميزه، اشتغلنا على ده وده حقق لنا اهداف. معرفش انت قدامك تلفزيون ولا لا، بس انا بعرض لك الكره اللي كانت انفراد لنادي الزمالك لمايوكا، وكان خروجك فيها موفق جدا الحقيقه. الحمد لله الحمد لله، فيها توفيق من عند ربنا. و دي انا شايف اللي هي برضه اللي هي كانت نقطه تحول في المباراه، لاني كان من المفترض ان المباراه هتخلص 1-0 يعني. وانا عارف ده، الفرقتين عندهم دوافع وعندهم اصرار على الفوز. يعني ايه كان المفترض؟ استنى بس استنى. انت بتقول كلام كده ما يعديش، يعني انت كنت عارف ان الماتش هيخلص 1-0؟ طبعا طبعا. يعني ايه؟ عارف طبعا المباراه، لان المباراه كبيره، مباراه مش هتبقى
مفتوحه بالشكل تقصد انه يعني تقصد انه مباراه تكتيكيه مباراه صعبه يتسجل فيها هدف واحد ماشي اوكي كده تعدي انا فهمت حاجه ثانيه ماشي كبار فبالتالي عندهم من الحرص عندهم عندهم من التكتيك والوعي اللي نقدر النهارده قدرنا نقفل على مفاتيح نادي الزمالك ونفس الشيء هم كان عندهم طبعا شغل علينا فبالتالي قدرنا الحمد لله اللي احنا الحمد لله نفذنا تعليمات الجهاز الفني واللي احنا نضغط عليهم من فوق على الخط الظهر وده سهل لنا كتير لان نادي الزمالك متعود الفرقه اللي بتبقى بتنزل في نص ملعبها ويلعب بيضغط من بدايه المباراه وده قدرنا الحمد لله اللي احنا نشتغل عليهم بشكل كويس وقدرنا نمسك مفاتيح لعبهم سواء محمد ابراهيم وشيكابالا ومايوكا وكانش فيه خطوره كبيره الحمد لله النهارده ابراهيم جبنا الحمد لله اللي احنا طب انا عايز اسالك على المشاده اللي حصلت ما بينك وبين شيكابالا بين الشوطين لا ما فيش مشاده ولا حاجه هو شيكابالا انا حصل لي شد في هو كان تقريبا ايمانويل بناهيني وقع كاصابه في الملعب وانا شفت الكوره بشكل عشان اخرجها بره الملعب ففي الوقت ده جالي شد في العضله الضمه فهو شيكابالا افتكر ان انا بضيع وقت والكلام ده فبيقول لي يا صبحي انت ما ينفعش ان انت تضيع وقت واحنا عايزين نلعب كوره والكلام ده كلام عادي احنا اصدقاء واصحاب وهو راجل كابتن نادي الزمالك وانا كابتن نادي الاسماعيلي فالامور الامور بنتكلم بشكل ودي بشكل يعني مؤدب وشكابالا كان مؤدب جدا وصاحبي واخويا وما فيش اي حاجه ولا في خلاف ولا في شد ولا بتاع بالعكس قلت له احنا بنلعب كوره شكابالا وانتوا بتلعبوا كوره وربنا يوفقه بس خلص الموضوع يعني الزمالك الزمالك له ضربه جزاء الكره اللي خبطت في ايد اللعيب ده اللي اعترض عليها ايمن حفني اول مره اشوف ايمن حفني لا 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 مفيش بص النهارده مفيش اي حاجه خالص من نواحي تحكيميه ولا ليهم ضربه جزاء ولا احنا لينا ضربه جزاء وفي الكلام ده مباراه الحمد لله كويسه قدرنا نقفل مفاتيح لعبهم وقدرنا نشتغل بشكل كويس وعندنا التزام من لاعبتنا بتعليمات الجهاز الفني وقدرنا الحمد لله احنا عايزينه احنا يعني فاهمنا بالقد فوزنا بالدور الاولاني واحنا كان عندنا هدف اللي احنا نكسب الثلاث نقاط دول يحطونا في وضع افضل لان لو لا قدر الله حال تعرضنا هزيمه يبعدنا زي ما انت عارف الفرق بتكسب ماتشين ثلاثه بتلاقي نفسك فوق ابراهيم فبالتالي اي ماتش بخساره ممكن تاثر عليك سواء معنويا او ترتيبك في الجدول فكان كنا محتاجين قوي 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 ان احنا نرجع لان كنا ماشيين بشكل كويس قبل مباراه الاتحاد وده اثر علينا نسبيا كنا عصبيين عايزين نكمل فوزنا والكلام ده وهي دي حال الكوره وخسرنا مباراه الاتحاد فقلنا لازم نرجع من خلال مباراه نادي الزمالك وده باكد اداء ونتيجه بغض النظر عن نادي الزمالك كان عنده استحواذ على بعض فترات المباراه بس احنا كنا افضل تكتيكيا والتزامنا كلاعبين جبنا الحمد لله احنا ناخد الثلاث نقط وهم الاهم فبقول هارد لك نادي الزمالك لعيبه كويسه اتمنى ان ربنا يوفقهم الفتره اللي جايه واتمنى يوفق نادي اسماعيلي الفتره اللي جايه ونقدر ان احنا نمشي بطوله الدوري بشكل كويس تؤهلنا ان احنا نكون في بين مع الاهلي والزمالك او نبقى فوق على متصدر الدوري قريبين منه لان احنا محتاجين نكون وضعين نعدل من وضعنا كنادي اسماعيلي لان ده مش وضع طبيعي نادي اسماعيلي في مش هقول في المربع لا بين زي الاول والثاني نفس على بطوله الدوري النبي خليك معايا كابتن صبحي انت ايه رايك في اسلام جمال لعيب كويس ولا ايه؟ لعيب كويس جدا انا من احسن الدباكات الصراحه اللي اتعاملت معاهم لعيب ذكي جدا ومطيع وعنده التزام تكتيكي هايل يا سيدي فاسلام من لعيبه من يعني لعيبه ملتزمه ولعيبه عندها وعي تكتيكي عالي جدا ولعيب حريف زي ما بيقولوا يعني من السيرد باكات اللي بيفكرني زي رضا سيكا كابتن رضا سيكا والسيرد باكات اللي هي حريفه يعني طب ده انا كده مش عارف اكلمه ده يعني ده هو معايا الخط الثاني انا قلت انت هتقطع فيه شويه طب لا 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 اسلام انا بشكر طبعا كل اللعيبه كابتن فريق وبشكر الجهاز الفني على روحهم والتزامهم واللعيبه الفتره اللي فاتت الاسبوع اللي قبل مباراه الزمالك الناس بتشتغل بشكل قوي وبشكر اسلام يعني بالاخص لانه هو فعلا اسلام تعرض لاصابه وتحمل على نفسه الحمد لله كان مصاب اطمنا عليه لا الحمد لله اطمنا عليه كان عنده خبطه خبتتنا قويه جدا في ركبته تقريبا قبل مباراه الزمالك بيومين الحمد لله اطمن على اصابته والحمد لله ما كانش فيها اي دواعي اللي هي تمنعه عن المشاركه ضد نادي الزمالك وده انا بشكره عليه كان انسان مصر ولعيب راجل هو شوقي السعيد وعماد ومعظم اللعيبه او كل اللعيبه النهارده قدم بشكل كويس
قدرنا الحمد لله بالتزامنا وهدوءنا احنا كنا محتاجين الثلاث نقط وده كان الاهم. ربنا يوفقكم ان شاء الله فوزنا. باذن الله. ربنا يخليك يا ابراهيم. بناكد فوزنا اللي احنا بنقول بناكد فوزنا لان الفوز في الدور الاول. ايوه المهم الماتشات اللي جايه، المهم الماتشات اللي جايه. انتوا انتوا بقى سيبك بقى من مباراه نادي الزمالك والموضوع خلص النهارده. بنستعد بشكل قوي، فرقه دي فرقه محترمه محترمه ومعاها جهاز فني كويس، يبقى بشكل كويس ضد نادي الداخليه المباراه اللي خليك معايا بقى. اسلام جمال معايا على التليفون، خليك معايا يا اسلام. يا كابتن صبحي ده انت عمال تقول شعر فيا كده كتير عليا والله. ربنا ما يحرمني منك يا اسلام. مبروك يا حبيبي ومبروك لك لعيبه وانتوا لعيبه رساله، وربنا يخليك يا رب ودايما كده مشرفنا كده يا كابتن. يا رب والله حبيبي فعلا. والله انا بس يا صبحي انا مش مصدقك بصراحه، انت عمال تتكلم جد من اول مكالمه، مش خلاص تنسيت زمان ولا ايه؟ لا صبحي مش هيسكت، صبحي اديله ساعتين عادي جدا والله. ابراهيم خليك معايا. طيب يا اسلام خليك معايا. اسلام انا على الهوا. ابراهيم انا عارف ان انا على الهوا لازم اتكلم جد. انا مش مصدقك اقسم بالله، بس ايش خلاص انت حر حبيبي. انا طبعا اكيد اسلامي بشكرك يا صبحي واتبارك له. انا بشكرك يا ابراهيم، ومره ثانيه مبروك على برنامجك يا حبيبي وكل التوفيق ليك. ربنا يخليك يا رب. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد صبحي حارس مرمى الاسماعيلي. يا اسلام الف سلامه عليك. طمنا كابتن صبحي بيقول انك كنت مصاب قبل المباراه. انا الحقيقه ما كانش عندي المعلومه الكامله، وتحملت على نفسك وخضت اللقاء. والنهارده كان ماتش صعب جدا قدام نادي الزمالك، وادي فرقتك اصلا انت المعار منها الى النادي الاسماعيلي. يكرر المشهد بالنسبه لك للمره الثانيه هذا الموسم امام نادي الزمالك، وايضا تظهر بمستوى طيب. اول حاجه طبعا مبروك لنادي الاسماعيلي طبعا على 3 بوينت النهارده وارض رجلك نادي الزمالك. وانا والله كنت ابراهيم كنت اتصبت قبل الماتش بثلاث ايام واخدت كدمه جدا في ركبتي، وقعدت يومين ما اتمرنتش، والتمرين النفسيه ما اتمرنتهاش. رحت عملت شعه ترانيه على رجلي ورجلي الاثنين كمان مش رجل واحده. بس الحمد لله قدرت ان انا اتحمل على نفسي والعب، عشان كانت فرقتي كان في غيابات كتير، كان طه مصاب ومتولي مصاب وشريف عبد الفضيل مصاب، مفيش حد غير شوقي. والحمد لله ربنا اراد يعني ان انا العبه وهديت بالمستوى ده. ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله ووفقك. انت الفتره اللي جايه هتبقى فين؟ رجليك في انهي حته؟ لا انا في الاسماعيلي اهو، موجود في الاسماعيلي. انا العاره بتاعتي ان شاء الله تخلص. نادي الزمالك عايز اسلام جمال. اسلام جمال موجود، انا لسه فاضل اربع سنين في نادي الزمالك. ما مش بعتولك رساله قال لك نشكركم على حسن تعاونكم ولا ايه؟ لا 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 مفيش الكلام ده خالص. انا تحت امر نادي الزمالك لو محتاجني. ان شاء الله ابقى موجود، لسه فاضل اربع سنين. لو نادي الزمالك مش محتاج اسلام جمال انا موجود في نادي الاسماعيلي برضه، نادي كبير يعني ما يقلش مع الاهلي ولا الزمالك خالص يعني. يا اسلام انت لعيب كبير ولعيب مهم جدا في اي فرقه تبقى موجود فيها. ربنا يكرمك ويوفقك وانت تستحق كل خير. بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسلام جمال نجم النادي الاسماعيلي والمعار اليه من نادي الزمالك. طيب كده ده ماتش النهارده واللي هنتكلم عنه بالتفصيل وكل حاجه ليها علاقه بهذا اللقاء مع كابتننا كابتن عادل مصطفى والكابتن طارق السيد على الهاشتاج بتاعنا السوبر اندرسكور الدوري. طب تعالوا نستعرض مع حضراتكم كده جدول الدوري المصري يبقى عامل ازاي. الاهلي في صداره الترتيب بعد 22 مباراه لعبها ب 50 نقطه وبفارق 9 نقاط عن اقرب ملاحقين نادي الزمالك 41 نقطه. النادي المصري مازال في المركز الثالث ب 39 نقطه. هقف عند النادي المصري الحقيقه لان الكلام اللي احنا قلناه لكم امبارح اتكرر النهارده حصل بالظبط نصا زي ما قلنا لحضراتكم. سموحه في المركز الرابع ب 38 نقطه، الاسماعيلي في المركز الخامس 37 نقطه، مصر المقاصه في المركز السادس 36 نقطه، اما الانتاج الحربي في المركز السابع ب 35 نقطه يقل عنه بنقطتين كل من الداخليه وبتروجيت في المركز الثامن والتاسع على الترتيب، اما دجله فاتي في المركز العاشر ب 32 نقطه. طلائع الجيش في المركز ال 11 ب 29 نقطة، أقل منه بنقطة. الثلاثي ام بي أسوان الاتحاد السكندري، ثم يأتي خلفهم المقاولون العرب في المركز ال 15 ب 23 نقطة، والثلاثي المتأخر الشرطة 16 نقطة، وحرس الحدود 9 نقاط، وغزل المحلة 8 نقاط. ده جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. خليني أقف مع حضراتكم على النادي المصري. قلنا لكم إنه اللي حصل امبارح وكان معانا كابتن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري انه في ضغوط، او كابتن حسام حسن عايز رئيس النادي يضغط شويه على موضوع التحكيم زيه زي بقيه رؤساء الانديه، وده اللي بيحصل النهارده الحقيقه لما شفنا بيان رسمي خرج من النادي المصري. والبيان الحقيقه له اكتر من شق، يمكن قبل ما ندخل على الهوا كان بيستنكره تسريب ما يتعلق بقرارات لجنه المسابقات. بالظبط كده، المصري يستنكر تسريب تقرير مباراة سموحة لوسائل الإعلام قبل عرضه على لجنة المسابقات، وده حصل
وازيدكم من الـ من الـ من الشعر بيت زي ما بيتقال، انا ما بحبش احلف على الهوى، بس والله احنا كان عندنا اهو، والله احنا كان عندنا اللي هيتقال او اللي كان ناوي الحكم يكتبه او اللي كتبه اصلا واحنا داخلين الهوا امبارح، بس ارتقينا انه ما يصحش، يعني في امور احنا بنحجبها كده على جنب ونحطها على جنب وما حبيناش ان احنا نقولها ليه حضراتكم. انما كمان خليني اقول لكم العقوبه اللي هتوقع على الكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن، 4 مباريات للكابتن ابراهيم حسن ومباراتين للكابتن حسام حسن، ده يعني قرارات اللي هتصدر بكره الصبح في موضوع كابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن. العقوبات اهو زي ما بقول لحضراتكم اهو، 4 مباريات ضد الكابتن ابراهيم حسن ومباراتين ضد الكابتن حسام حسن، من الممكن تقليصها الى مباراه بيتم بحث الامر ومباراه ضد الكابتن طارق سليمان. بنجتهد بس قدر المستطاع، ودايما هي الجمله الشهيره، معلش اعذرونا لو كنا بنكررها كتير في البرنامج ده، انما اعذرونا احنا بنحاول نجتهد في الاخبار بتاعتنا، فاذا اصبنا فالحمد لله ده عشان عندنا فريق عمل بيجتهد، واذا يعني اخفقنا او اخطانا وده وارد لان احنا شغالين قدام مصادر، ومصادر كتير بتتغير لظروف ليها علاقه بصاحب القرار نفسه اللي بيغير القرار، وبالتالي تعذرونا في ده. احنا بنتكلم على 4 مباريات للكابتن ابراهيم حسن تنتظره في عقوبه الغد من لجنه المسابقات جراء ما حدث في لقاء المصري وسموحه، اتكلم على 2 للكابتن حسام حسن قد يتم تقليصهم الى مباراه، والكابتن طارق سليمان الى مباراه. ده موضوع النادي المصري واللي كنا اتكلمنا في حضراتكم فيه، بس هقول لكم كمان كواليس مهمه جدا، هخصكم برضو حاجات مهمه جدا. بكره كابتن حسام حسن هيقدم شكوى ضد الكابتن جمال الغندور، هيتهموا فيها ب يعني التعنت او استقصاد الكابتن حسام حسن تحديدا، وهيستشهد بواقعتين. الواقعه الاولانيه انه الكابتن جمال غندور كان في محاضره تدريبيه للحكام، كان بيتكلم او بيعرض جزء من مباراه الاتحاد السكندري والمصري في الدور الاول، واتكلم على كابتن حسام حسن وتهكم عليه، فاحد الحكام اللي قاعدين هو كان بيستشهد بحته ليها علاقه بالكابتن حسام حسن، قال تحديدا كده انه كابتن حسام حسن اعتراضه كان غير لائق في المباراه اللي احنا بنتكلم عنها، كانت مباراه الاتحاد السكندري والمصري، قال انه الاعتراض هنا ما كانش له علاقه بالتحكيم، انما الاعتراض له علاقه بانه كابتن حسام حسن له مستحقات ماديه متاخره عند نادي الاتحاد السكندري عند الدكتور محمود مشالي، فبيرد ده بده، فبيعترض بالشكل ده، فبيصدر لنا ازمه وبيصدر لنا مشكله. احد الحكام اللي قاعدين قال له يا كابتن عيب ما صحش انت بتتكلم على الكابتن حسام حسن، الواقعه دي بكاملها كده وصلت للكابتن حسام حسن، هيستشهد بكره بيها كابتن حسام حسن في الشكوى اللي هيقدمها. والثانيه كمان انه كابتن جمال الغندور كان بيعمل محاضره من المحاضرات، انا بقول لكم على خبر، وفي فرق ما بين الخبر وفي فرق ما بين ان انا بقول لكم رايي، ده مش رايي على فكره خالص، ده خبر، يعني بقول دي حاجه هتحصل بكره، عشان حد يقول لي ايه انت دلوقتي بتهاجم الكابتن جمال الغندور، بتهاجم لجنه الحكام او بتهاجم الكابتن حسام حسن، فان انت انا بقول لكم خبر هتلاقوه بين ايديكم بكره ان شاء الله. طيب كمان الكابتن جمال الغندور كان عمل محاضره للحكام استشهد فيها باحمد رؤوف اللي هو مهاجم النادي المصري، قال انه بيحصل على ركلات جزاء غير صحيحه، فركزوا في وعاد يعرض عدد من الكرات، هو كان بيستشهد بيه كنموذج لانه الحكام تاخد بالها من الحركات اللي بيعملوها اللعيبه للحصول على ركلات جزاء غير صحيحه، وده وارد جدا الحقيقه، لكن هيستشهد بيه بكره الكابتن حسام حسن في الموضوع ده، لانه برضه بيشوف انه ده نوع من انواع الاستقصاد للنادي المصري في اطار طبعا موضوع التحكيم والحكام والازمه اللي احنا بنعيشها في الفتره الاخيره. انا بس مش عارف هل الدوري هيكمل كده بالشكل ده ولا لا، انا بقى عندي شكوك، بقى عندي شكوك. طيب ركزوا بقى في اخبار اللي احنا هنقولها لحضراتكم ديت. صالح جمعه، صالح جمعه واحد من اللعيبه المميزين جدا جوه النادي الاهلي، فرصته عامله ازاي في النادي الاهلي زي ما انتم حضراتكم شايفين، زي فرصه بالظبط كده احمد الشيخ، حبه فوق وحبه تحت، لعب له ماتشين يمشي كويس فيكمل، يترك له حبه يتصاب يرجع تاني يقولوا لا اللعيب هيمشي مش هيمشي، المهم مش هي دي القصه، مش هو ده الموضوع، الموضوع بتاعنا انه نجل بزيرو ابن بزيرو المدير الفني السابق للنادي الاهلي عرض على صالح جمعه الرحيل للبرتغال. الراجل اتكلم معاه لكن بشكل شفهي اللي هو ابن بزيرو، ده معلومه مؤكده بنسبه 1000000%، معلومه بقول لحضرتك مؤكده بنسبه 1000000%، ابن بزيرو اتكلم مع صالح جمعه وقال له انه على فكره الولد كان بيشتغل كمان محلل للاداء في النادي الاهلي، ودائم التواصل ودائم الكلام مع صالح جمعه، وكان اتكلم اسمه فيتور، وصالح قال له انه
صار متضايق من ان انا مش حاسس بالتقدير جوه النادي الاهلي ومتضايق ان انا ما باخدش فرصتي. الراجل قال له انا هبحث مساله ضمك للبرتغال او بورتو تحديدا للموسم الجاي في حال استمرار والده في تدريب الفريق، انما يعني برضو عشان حضراتكم عندكم الصوره كامله مش هيكمل، يعني بزيرو شكله مش هيكمل في بورتو لانه النتائج مش احسن حاجه على الاطلاق، ولكن اهو خبر قدام حضراتكم اهو له علاقه بصالح جمعه وله علاقه بامكانيه رحيله الى البرتغال لانه الامور مش احسن حاجه بالنسبه له في النادي الاهلي. طيب نروح لنادي الزمالك، قريب جدا هتسمعوا عن صفقه تبادليه في نادي ما بين نادي الزمالك وما بين سموحه، وهيكون طرفها واحد من نجوم نادي الزمالك هو حازم امام. حازم امام قد يتواجد الموسم المقبل في سموحه في صفقه تبادليه، هيروح هو سموحه ويجي مكانه ايمن اشرف الظهير الايسر لسموحه، وواحد من اللاعبين المميزين وكان ابن من ابناء النادي الاهلي في فتره من الفترات وانتقل الى سموحه، تالق بشكل كبير جدا، ينضم للمنتخب على فترات، هو دلوقتي واحد من اللاعبين المميزين، وقد يكون ده قريبا جدا يحدث مع بدايه الموسم المقبل في مباحثات على مستوى رؤساء الانديه رئيس نادي الزمالك ورئيس نادي سموحه. افتكروا قبل كده ان احنا قلنا لحضراتكم خبر له علاقه بسموحه، قلنا لكم احمد جعفر هيوقع ليه سموحة واخد مقدم تعاقد وهو لعيب في بيتو جيت، وطلعت الناس برضو انتقدتنا وطلعت الناس قالت مش عارف ايه، وبرضو طلع الخبر اهو لسه كان امبارح كان او اول امبارح على ما اعتقد كان بيعلنه رئيس نادي سموحة بيقول ان احمد جعفر خلاص بقى لاعب من بيتو جيت لاعب في سموحة. اخر خبر عندي في الاخبار المحليه وخبر مهم جدا، اتحاد الكره بيجهز مفاجاه لقلب الموازين في قضيه الحل، يعني هي محاوله لعدم الاعتراف بفكره التدخل الحكومي. هحكي لكم قصه بسرعه جدا. اتحاد الكوره خلاص اتحل، الوزير وزير الشباب والرياضه هو اللي في ايده تنفيذ الحكم، الحكم واجب واجب مفيش كلام، لكنه ينتظر موضوع الاشكال، حق اتحاد الكوره انه ياخد حقوقه القضائيه بالكامل. الراجل قال لك زي ما عملنا مع النادي الاهلي، سيبنا النادي الاهلي مده في التقاضي، اول لما يحصل فصل في الحكم شكرا هنعمل زي ما اللائحه بتقول. اللائحه بتقول ايه؟ لانه موضوع مختلف، اتحاد الكوره مختلف تماما عن النادي الاهلي. في اتحاد الكوره المدير التنفيذي هيتنفذ بقى، المدير التنفيذي هو اللي يمسك يمسك الاتحاد لمده 3 شهور او شهرين 3 شهور حد اقصى، مش كده؟ دي النقطه دي تحديدا، انما لحد ما يحصل الاشكال. فقال لك وده شيء قانوني انا الحقيقه ما بفهمش فيه انما من خلال مصادرنا، يعني اذا الاتحاد المصري لكره القدم قدم هو الاشكال يبقى ده اعتراف منه بالتدخل الحكومي وهم مش عايزين يعترفوا بالتدخل الحكومي. طب نحلها ازاي؟ قال لك واحد من اعضاء الجمعيه العموميه هو اللي مقدم لنا الاشكال ده في المحكمه. ده قانوني يمشي يا جماعه؟ قال لك ده قانوني يمشي، ويبقى فيها كده اتحاد الكوره ما اعترفش بالتدخل الحكومي، ماشي كده؟ في نفس الوقت اتحاد الكرة يقدر يقدم طعن في الإدارية العليا، يقدر يقدم طعن في الإدارية العليا وده ما يبقاش تدخل حكومي، ماشي كده؟ ده موضوع الاتحاد المصري لكرة القدم. يبقى هو الأمر القاطع الناهي فيه هيبقى إمتى؟ لما المحكمة ترفض الإشكال اللي هيتقدم من أحد أعضاء الجمعية العمومية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وقتها يبقى قرار الوزير بقى لابد إنه يظهر للكل فيما يتعلق ب تعيين، بقى مش هنقول تعيين بقى، تطبيق اللائحه، تطبيق اللائحه ساعتها هيبقى سياده العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم هو اللي يدير العمليه داخل الاتحاد لحد اجراء انتخابات جديده داخل الاتحاد. بعد فاصل سريع فقرتنا العالميه. Oh, that's brilliant! Oh, that's wonderful! And now Ronaldo
رسميا تشيلسي بيعلن تعاقده مع كونتي المدير الفني للمنتخب الايطالي ولكن لمده 3 سنوات. حقيقه انه انطونيو كونتي يعني كذاب كذب الابل، لانه لسه كان الاسبوع اللي فات مطلع خرج في مؤتمر صحفي وقال لك انا مع منتخب ايطاليا وانا مش رايح تشيلسي، تشيلسي ايه اللي انا اروحه وانا مكمل ومنتخب ايطاليا وعندي اهداف وعندي طموحات بسمع من وسائل الاعلام وحاجات كده ملهاش علاقه خالص بالخبر اللي احنا دلوقتي بنقوله انه رسميا تشيلسي بيعلن التعاقد مع المدرب الايطالي. وبالمناسبه الراجل هيتقاضى 20 مليون يورو في ال3 سنوات، هيحصل في الموسم الاول على 6.5 مليون يورو. اخوه كمان هيبقى معاه في الجهاز كمساعد مدرب بجانب دانييلو كونتي كمدرب ايضا. كونتي بعد الاعلان عن التعاقد قال لك انا متشوق للغايه للعمل في تشيلسي، فخور بتدريب المنتخب الوطني لبلادي وعمل مغري كتدريب لتشيلسي، وانا متطلع جدا للعمل معاهم. قال لك اتطلع للقاء كل فرد في النادي وكره القدم الانجليزيه عموما اللي بقدمها تشيلسي خصوصا مشاهده ومتابعه في كل مكان، وانا بحاول انه يبقى عندي مزيد من النجاحات، لكن كل ده بعد نجاحي اهم حاجه مع منتخب ايطاليا. اجواين بينتظر عقوبه شديده للغايه، 4 مباريات بسبب اللي حصل منه في مباراة فريقه الأخيرة. تقرير الحكم ينقذه من الإيقاف لمدة 10 مباريات. أهو أمام حضراتكم الواقعة ديت واعتراض إجواين على حكم اللقاء بشكل كبير جدا. كان حصل على بصوا هو يعني خليكم شوفوا بس اللي بيحصل هناك واللي بيحصل عندنا هنا والعقوبة اللي هتنتظر واحد زي إجواين هتبقى عاملة إزاي والعقوبات اللي بتحصل عندنا هنا في مصر بتبقى عاملة إزاي. فكركوش بحد كده في الانفعال بتاعه ده. Ouais, on l'a dit. On l'a dit, c'est la frustration qu'il a s'est accumulée lors lors de cette rencontre calmée par par ses équipiers. C'est le scénario catastrophe pour le Napoli. Mené 3-1 avec la sortie de Gonzalo Higuain, sorti littéralement par ses équipiers parce que qui a été exclu. وفي رغم اللي عمله ده تقرير الحكم هو الحاجة الوحيدة اللي يعني رحمته، لانه الحكم ذكر في تقريره ان هي دفعة خفيفة، فيعني قال لك دفعة خفيفة والاتحاد بيدرس ايقاف اللاعب لمدة 4 مباريات بدل من 10، ودي كانت العقوبة المنتظرة بسبب هم شايفين من وجهة نظرهم ده كان يعني نوع من انواع الاعتراض السافر. يجوا شوف عندنا احنا يعني في مره من المرات واحد راح رفع التيشيرت الحكم، واحد راح بيطلع الكارت الاحمر راح ضربه على ايده موقع له الكارت، فيعني يجوا شوف احنا عندنا حاجات لطيفه جدا. الكليب اللي هنعرضه لحضراتكم ده بعنوان ليستر سيتي من صراع الهبوط لحلم التتويج بالدوري الانجليزي في عام واحد، قصه نجاح وقصه كفاح حقيقيه تستحق ان احنا نقف قدامها ليستر سيتي. City score! What a shot! Leo Schola! Oh, it doesn't get much better than that. That is that. Leicester City have done enough. Safety is in sight. It really has been a remarkable reversal of fortune. Improve the players, improve tactically. Week after week, game after game. We are seeing something special. A story like this may never happen again. Leicester City from the heart of England, which is taking on 73 تمريرة دون انقطاع دون خطأ وحيد في تدريبات بايرن ميونخ أذهلت الجميع، وكله بيتكلم على الفيديو ده وكله بيتكلم على اللقطة دي. تدريبات بايرن ميونخ واحدة من التدريبات الممتعة جدا، تعالوا نشوف مع حضراتكم 73 تمريرة ازاي دون انقطاع دون ان يلمسها احد من اللعيبة المتواجد في المنتصف. هو كلب الحيرة حقيقة يعني. يلا بينا المفترة وحش تحدي هو طبعا بيبقى الغرض من التدريبات دي
اللعب على المساحات الضيقه اكبر قدر ممكن من التمريرات السريعه القصيره في مساحات ضيقه، اختراق الخصوم دايما هم دي تدريبات حقيقيه موجوده في كل الانديه في مصر وفي بره مصر وفي اوروبا بشكل او باخر. اللي هنعرضه لحضراتكم ده تحدي ما بين لوكاس مورا وديفيد لويس بيخطف انظار كل الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. تعالوا نشوف التحدي كان عباره عن ايه. اللي جايه تيجي عشان يبقوا متعادلين. طيب طيب مواقع التواصل الاجتماعي احتارت الاسبوع ده ما بين افضل هدفين. الهدف الاولاني كان من اللاعب جوردن بلوندل ده في مرمى مارسيليا، ده في دوري الدرجه الثالثه الفرنسي. تعالوا نشوف كده بعدين نعرض لكم الهدف الثاني ونقول لكم ايه رايكم فيه وتختاروا مين الافضل. ده الهدف الاولاني احنا بنتكلم عليه، ده في دوري الدرجه الثالثه الفرنسي بالمناسبه، يعني الملعب ده في دوري الدرجه الثالثه الفرنسي واللعيب ده والجون ده اللي تم تسجيله ده في دوري الدرجه الثالثه الفرنسي. ماشي، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. ماشي، الهدف الثاني بقى ده هدف ادجر كوستا لاعب مارتيمو واللي جه في مرمى ناسيونال ماديرا في الجوله 28 طبعا في البرتغال. بصراحه بالنسبه لي الاولاني، يعني احنا الاولاني اشوف بالنسبه لي الهدف الاولاني هو الاحسن. يعني دي واحده من اغرب اللقطات ومن اغرب اللقطات في الاسبوع ده. حارس مرمى المفروض ان هو بيصد كوره وكوره خطره جدا جدا، هو صدها بس هو ما خدش باله ان هو صد كوره خطره جدا ومؤثره. هو شافهاش اصلا. رافائيل روبالو حارس مرمى جلوريا البرازيلي الكوره جت فيه من غير ما هو ياخد باله، لكنه منع هدف حقيقي. كان اللاعب ماركينوس اللي هو قدام حضراتكم بيسدد ركله جزاء، كرة خبطت فيه مرتين اهي، والجون قاعد يدور على الكره لكن ما عرفش ان هي جت في كعب رجله اصلا من الخلف وهو مش واخد باله. طيب تعالوا اعرض لحضراتكم كده فيديو، ده اخر حاجه معانا، الكلاسيكو في فيلم كرتوني، حاجه مختلفه جدا طبعا طبيعته. الكلاسيكو معانا كانت عندنا حلقه من الحلقات المميزه جدا الحقيقه اللي كان مشرفنا فيها الكابتن خالد بيومي. انا اعرض لكم فيديو عن الكلاسيكو كده، انما فيديو كرتوني، تعالوا نشوف. Can we win this? Yes we can. Can I win this? Yes we can. Can I kick it? Not you can. Can I book you? What? Yes I can. Could he kick it? Yes he could. Can I kick him? Ow! Yes you can. Can they wave flags? Yes they can. Can I fake it? Ah! Yes I can. Can I kick it? The whistle's gone and that's half time. El Clasico? More like El Crapico. Let's hope there's a little less simulation and a little more action in the second half. Can I pull him? No! Yes, you can! Can I elbow? Oh, yes, you can! Can I chip him? No, you can't! Can I fake it? There's no need! Can I kick it? Yes, I can! Can I win this? No, you can't! Can I win this? No, you can't! Can he break dance? No, he can't! Can you kick me? Yes, I can! And you're gone! And here comes arrogant Saldo! Oh, he scored! There's still time for one more foul. Ow! Are they unbeaten? So, no, they're not. Can they win this? No, they can't. بالمناسبة دي نفس اللقطة على فكرة اللي اتصورها كريستيانو رونالدو بعد ما انتهى اللقاء. هنتكلم على الكلاسيكو بتاعنا بتاع النهاردة، هنتكلم على مباراة الزمالك والاسماعيلي، نحللها ونعرف ليه نادي الزمالك النهاردة لم يحالفه التوفيق. وشيء بشيء بيذكر،
هنعرف ليه النادي الاسماعيلي النهارده انتصر، وليه كابتن خالد القماش النهارده حط خطه مناسبه او لاعب نادي الزمالك على مفاتيح لعبه وعرف ياخد اللي هو عايزه من الماتش. احنا ما بنتكلمش على نتيجه تعادل، احنا بنتكلم على نتيجه ايجابيه، ثلاث نقاط غاليين جدا بياخدهم النادي الاسماعيلي النهارده، ولو انه الثلاث نقاط دولت بيأثروا بشكل سلبي على نادي الزمالك بشكل كبير لاتساع الفرق ما بينه وما بين النادي الاهلي. ده هيفتح لنا سؤال مهم جدا هنساله للكابتن طارق السيد والكابتن عادل مصطفى، الدوري كده راح من ايد نادي الزمالك. الناس النهارده بدات تتكلم في النغمه دي، الدوري راح من ايد نادي الزمالك وانه الاهلي ركب وما عادش راجع تاني، بس هو ده الاهلي بتاع اهل ابو تريكه اللي بيركب ما بيرجعش تاني واللي بيطلع فوق ما بينزلش تاني ولا لا؟ ده اللي احنا هنسال فيه وده اللي احنا هنتكلم فيه وده اللي احنا هنحلله. حضراتكم تشتركوا ازاي معانا في الحوار وتحللوا معانا المباراه؟ ايوه، من خلال الهاشتاج بتاعنا دلوقتي اللي ظهر لحضراتكم على الشاشه، السوبر اندرسكور الدوري، وكمان صفحتنا على فيسبوك، صفحتنا كمان على تويتر بنفس الاسم، اسم البرنامج برنامج السوبر. بعد الفاصل تحليل كامل لمباراه الزمالك والاسماعيلي وكمان المباراه المقبله في الدوري المصري الممتاز. هيكون مشرفنا كباتن نجوم نادي الزمالك والنادي الاهلي كابتن طارق السيد، كابتن عادل مصطفى بعد الفاصل.